خلاص كده الخمس انواع من بره كده. احنا عندنا بقى الاوز بي اف لما بيشتغل بيمشي بشويه حالات، لحد من اول ما بيطلع من الداون ستيت لحد الفول ستيت. الحالات دي مهمه؟ اه مهمه. تمام، ايه بقى الحالات كده؟ تعال نشرحها مع بعضنا. اول حاجه الداون ستيت، الراوتر بتاعك انت شغلته اوز بي اف، يعني دخلت كده على الراوتر وقلت له راوتر اوز بي اف 1. هنعرف يعني ايه راوتر اوز بي اف 1 دلوقتي كده، اكتفت الاوز بي اف على الراوتر. تمام، فالراوتر بتاعك بدا يبعت هلو على اللينكات بتاعته. لو بعت هلو ولسه ما استقبلش هلو هو كده في الداون ستيت. اهو بيقول لك نو هلو باكيت ريسيفد، الراوتر سيندز هلو باكيت. لو في باكيت وصلتك فانت دخلت في الانيشال ستيت. بس خد بالك، اقف هنا، اقف الحته دي. امال يعني ايه تو واي ستيت؟ تصور الراجل ده في الحاله الاولانيه دي، انا كنت مشغل هنا الاوز بي اف الاول، فالراجل لقى في هلو جات له، يعني استقبل هلو بس لسه ما بعتش، صح؟ فهو كده في الانيشال ستيت، ان الهلو باكيت ار ريسيفد ذات كونتيند ذا سيندنج راوتر اي دي. جاي لي واحد اسمه ار 1 بعت لي هلو وانا ار 2، انا استقبلت هلو بس انا بعت له هلو؟ لا لسه. طب لما بعت له هلو كده دخلنا في مرحله اسمها التو واي ستيت. التو واي ستيت معناها ان احنا بعت هلو وهو استقبل مني هلو. يبقى تاني بقى الداون ستيت ما جاليش اي هلو خالص، الانيشال ستيت استقبلت هلو بس لسه ما وصلتنيش هلو، التو واي ستيت راحت جت. بس في الداون ستيت، يعني في الداون ستيت حتى لو هو ارسل كده هو برضه في الداون ستيت. هو كده في الداون ستيت، لازم يجي له هلو من اللي قدامه. جاله هلو من اللي قدامه، اه احنا كده استفتحنا، ده في واحد جنبي شغال اوز بي اف، اما بعت له هلو هو كمان. حلو؟ وده بيبقى على مستوى الانترفيس. تمام؟ فالانترفيس عندك جوه النيبر تيبل، يا اما تكون داون، يا اما تكون انيشال، يا اما تكون تو واي. تمام كده؟ تمام. احنا بنخلينا شبكات الاوز بي اف هتلاقينا بننتخب ريس ونايب، ريس ونايب. بنتخب ريس ونايب ازاي؟ هنعرف بعدين ان شاء الله. حاجه اسمها ديزاينيتد راوتر وباك اب ديزاينيتد راوتر. الله يكرمك، ركز. الاوز بي اف اهم راوتنج بروتوكول عندنا في النتورك عموما، سواء في كورسات هواوي او سيسكو او غير سيسكو، اهم من البي جي بي. تصور البي جي بي في كورسات سيس ان بي كمان ما بيجيش في الامتحان، سيسكو ما بيجيش في الامتحان بتاع السيس ان بي روت، انما بتهريك في الاوز بي اف. تمام. ها طيب، انا خلصت التو واي ستيت كده، مرحله الهلو خلصت، بقينا جيران لبعضنا. مش انت بعت هلو وانا ثبت منك هلو وتعرفت عليا وتعرفت عليك؟ نشتغل بعض بقى، كل 10 ثواني الراوتر يبعت للتاني هلو وانا ابعت لك هلو. طالما في هلو راحه جايه احنا تو واي. قعدنا 4 مرات ما بعتليش هلو هشيلك، وبقيت داون بالنسبه لي. طيب بعتلي هلو وانا بعتلك هلو، خلاص خلصنا وبقينا نبر لبعض. تعالى بقى نبدل الداتابيز اللي عندي بالداتابيز اللي عندك. طب مين اللي يبتدي الاول؟ انا. لا انا اللي ابتدي الاول، لا انا اللي ابتدي الاول، لا انا اللي ادي لك الاول، لا انا اللي ادي لك الاول. يتخانقوا مع بعض، فبنخش في مرحله اسمها ماكس تشينج ستارت. في الاكسشينج ستارت بنحدد مين الماستر ومين السليف، بنحدد راوتر منهم هيبقى هو الريس والتاني هيبقى اللي تابع ليه. الريس يعني ماستر، وسليف يعني العبد بتاعه. الماستر هو اللي هيبتدي يبدل الداتابيز الاول. فالاكسشينج ستارت كل واحد هيبعت للتاني حاجه اسمها الراوتر اي دي بتاعه، رقمه، واللي الراوتر اي دي بتاعه اكبر هيبقى هو الماستر.
ركز معايا، اللي الراوتر اي دي بتاعه اكبر هيبقى هو الماستر. طب يعني ايه راوتر اي دي؟ يعني الاي بي يا عم، خليك دلوقتي الاي بي، اعتبره دلوقتي اي بي. يعني انا عندي واحد الاي بي بتاعه 192.1.2، وواحد الاي بي بتاعه 192.1.3، فاللي الواحد تلاتة ده هيبقى هو الماستر لانه اكبر، وده هيبقى ستيف. فده اللي يبدأ يبدل الاول. هعرف يعني ايه راوتر اي دي، هو مش اي بي عادي، هو زي الاي بي، هو 32 بت، بس اعتبره انت دلوقتي اي بي. فالمرحلة الاكستشينج ستارت هنبدأ نبدل الداتابيز. في المرحلة دي هما بيتفاوضوا مع بعض، بيشوفوا مين اللي هيبقى ماستر ومين اللي هيسليف. اللي الاي دي بتاعه اكبر هيبقى الماستر، اللي الاقل هيبقى سليف. نخش في المرحلة اللي بعدها، مرحلة اللي اسمها الاكستشينج ستيت. في المرحلة دي الراوتر الماستر هيبعت للراوتر التاني الداتابيز ديسكريبشن بتاعته، هيقول له والله انا عندي 10 لينك ستيت ادفرتايزمنت جوه الداتابيز تيبل بتاعي، جوه التوبولوجي تيبل بتاعي، جوه الخريطة بتاعتي، جوه الايه؟ جوه الخريطة بتاعتي. بقول لك الراوتر الاكستشينج داتابيز ديسكريبشن هيبعت لك الوصف. If additional router information is required, then transition to loading state. انا هبعت لك اقول لك انا عندي 10 لينك ستيت باكت، محتاج منهم حاجه؟ عندك دول ولا مش عندك؟ مش عندي. يبتدي الراوتر اللي مش عنده التاني السليف يبعت لك لينك ستيت ريكويست، ابعتهم لي، ابعتهم لي لو سمحت، مش عندي. انت كده لما تقول له ابعتهم لي كده نقلت لمين؟ للودينج. انما الاكستشينج ببعت لك ايه؟ الوصف بتاع الداتابيس. طب الاكستشينج ستارت بنتخانق على مين اللي هيبقى ماستر ومين اللي هيبقى السليف. حلو، تمام تمام. كل لينك ستيت ريكوست هتبعت لك لينك ستيت ابديت. طب خدهم اهو، تقوم بعت لي لينك ستيت اكنولج. خلصت انا خلصت كده، انا كماستر خلصت. نبتدي تاني عند الراجل اليمة التانية، يبعت لك الداتابيس ديسكريبشن بتاعته. طب انا بقى عندي اتنين زياده لك، يوم الماستر يبعت له لينك ستيت ريكوست، يوم السليف بعت له لينك ستيت ابديت، يوم انت بعت لك اكنولج. لما يبقى الاتنين داتابيز زي بعض نتنقل لمرحله اسمها ايه؟ ولستين. ويبتدي الشورتست باس فيرست يكون خلص وطلع لك احسن روت حطيته في الراوتنج دي. بس يا سيدي هي دي الستيتس بتاعت الاوسبيف. خلص، نعيدهم بسرعه، نعيدهم بسرعة كده. أول حاجة الداون ستيت، أنا شغلت الـ OSPF وبعدت هلو بس ما استقبلتش. Initial ستيت، استقبلت هلو بس ممكن ما يكونش لسه بعت. التو واي، الهلو راح جت وبقى جرين، وبقينا جرين خلاص، عايزين نبدل الأبديت مع بعض. أنا اللي هديك الأبديت بتاع الأول، لا أنا الأول، لا أنا الأول، لا أنا الأول. نقعد نعمل نيجوشيشن في المرحله الاولانيه اسمها ايه؟ اكستشينج ستارت. نشوف مين الماستر ومين السليف. اللي الراوتر اي دي بتاعه اكبر يبقى هو الماستر، تمام. هو المفروض بريورتي، بس البريورتي عندنا في البوينت تو بوينت بزيرو، هنتكلم عليها بعدين. ماشي، اللي الراوتر اي دي بتاعه اكبر هيبقى هو الماستر، والاقل هيبقى هو السليف. طب وبعدين؟ بعدين بعد ما نحدد مين الماستر ومين السليف نعمل ايه؟ نبدا مرحله الاكستشينج ستيت. هديك الوصف بتاع الداتابيس بتاعي واقول لك انت محتاج منه حاجه ولا لا. فلو لقيت عند جارك شبكات ازيد من اللي عندك، مش موجوده عندك، هتبدا تبعت له لينك ستيت ريكوست، فيرد عليك بلينك ستيت ابديت. لما يرد عليك بلينك ستيت ابديت ولينك ستيت ريكوست، احنا كده داخلين في اللودنج ستيت. بعد ما تخلص انت هو يبعت لك الديسكريبشن بتاعته، وانت برضه تبعت له لينك ستيت ريكوست ويرد عليك بلينك ستيت ابديت. لما يبقى الداتابيس بتاعتنا سينكرونايزيشن مع بعض، الشورت باس فيرست يشتغل ويطلع لك احسن طرق يحطها في الراوتنج تيبل. اول ما احسن طرق تنحط جوه الراوتنج تيبل انت كده وصلت للفول ستيت. لو حد عنده اي كومنت على الموضوع دوت يسال، انا معاكم. اللي حاله الفول ستيت دي حاله ثابته خلاص ولا بتتغير برضه تاني؟ خلاص، لا طالما وصلت للفول ستيت خلاص يبقى البيست روت موجود عندك جوه التيبل. طب إذا حصل تغيير في الشبكة؟ حصل إيه؟ تغيير في
شبكة في الشبكة في هتلاقيها في مسارات التوبولوجي، داون هتلاقيها أو في مسارات بنك. هوريها لك ان شاء الله، هتلاقيها باينة عندك جوه التوبولوجي تيبل بحالة اسمها اكتيف الشبكة دي بس، انما بقية الشبكات فل، تمام. فاهمني؟ اه خلاص، فهوريها لك ان شاء الله الحالة دي. تمام 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 يا دكتور. تمام طيب ابو مريم بيقول لي ده حلو جدا، ما انا بقول له كده ابو مريم بس هو مش مصدق، الباشمهندس محمود مش مصدق، بقول له حلو بيقول لي لا ده وحش. تمام لا تمام، الدنيا واضحة. طيب ايه بقى اول مرحله داون ستيت؟ وصل لي معلومه انيشال ستيت، استقبلت معلومه انيشال ستيت، وصل لي وبعت واستقبلت، بقينا ايه التو واي ستيت. طب يعني ايه الدي ار ويعني ايه بي دي ار اللي انت عمال تقوله ده؟ انا مش فاهم منك حاجه يا عم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعالى كده نشوف القصه الاول، تعالى نشوف يعني ايه الراوتر اي دي. يلا، يعني ايه الراوتر اي دي؟ كل راوتر شغال او اس بي اف بيبقى له حاجه او رقم اسمه الراوتر اي دي. الراوتر اي دي ده بيبقى طوله 32 بت. ايه ده؟ ده اي بي، يعني زي الاي بي، مش اي بي، زي الاي بي ولكن ليس اي بي. طيب الراوتر اي دي ده الراوتر بيجيبه منين؟ لا اما تكتبه له انت مانوال بايديك بكوماند اسمه، تخش جوه الاوز بي اف كده تعمل راوتر مسافه اوز بي اف ورقم الاوز بي اف وتقول له راوتر اي دي وتقول له اربع وحايد، وده الطريقه المانوال. لا اما لو انت ما كتبتوش وطنشت فهو بيعمله اوتوماتيك. طب بيعمله اوتوماتيك ازاي؟ عنده حلين، لو انت عامل لوب باك ياخد اعلى لوب باك عنده. فاكرين الانترفيس اللوب باك؟ معروف معروف. فانت لو عندك لوب باك الاي بي بتاعه اربع اتنينات ولوب باك الاي بي بتاعه اربع تلاتات، ياخد الاربع تلاتات يبقى ده الاي دي بتاعه، ياخد الاعلى، ياخد الاعلى لوب باك. طب ما فيش لوب باك، ياخد الاعلى فيزيكال، يروح يدور على الانترفيس الفيزيكال اللي عليه وياخد اعلى فيزيكال. طب لو الفيزيكال مثلا 192 168 1 10 واللوب باك 4 2 و 4 3، ياخد 4 3. ليه؟ هو بيحب اللوب باك عن الفيزيكال. ليه؟ اصل اللوب باك استحاله يقع، فيحافظ له على الاستابيليتي بتاعته اكتر من الفيزيكال، انما الفيزيكال ممكن يقع وانا عندي الثبات احسن حاجه من الدنيا. يعني احسن حاجه في الدنيا الايه؟ تمام الثبات. تمام، احسن حاجه في الدنيا تمام الثبات. لما ثبتنا راح الله، يوم ما ثبتنا على الحق بالظبط كده في الاخره بقى. اه ان شاء الله. تمام، انما ان انا اغير كل شويه ده صعب عليا. فهو لو حطيته مانوال ما بيروحش الاوتوماتيك. طب لو حطيت ما حطيتوش يختار هو من اعلى لوباك. طب لو ما فيش لوباك يختار اعلى فيزيكال. ده في مين؟ في الاوز بي اف فيرجن 2 اللي بيشتغل مع اي بي فيرجن 4. طب يا معلم الاوز بي في فيرجن 3 معلوش ايباد فيرجن 4، هيختار منين؟ لازم أن تحطه مانوال، لازم يكون مانوال، لان الاي دي بتاع 4 او 6 طوله 32 بت. يا عم ازاي يا عم؟ ما هو مش اي بي، والله ما هو اي بي، ده عامل زي البطاقه بالظبط، ده هو شكل الاي بي، فاهمني؟ يعني الاوز بي اف راوتر اي دي بيبقى طوله كام بت؟ 32 بت، سواء كان 4 او 6. خلاص يا ابو مريم، ده اول سؤال هيقابلك في الانترفيو لو انت بتقدم على نوك، فما تغلطش فيه والنبي. فالاوز بي اف فيرجن 2 او الاوز بي اف فيرجن 3 الراوتر اي دي بتاعه 32 بت. في الفيرجن 4، في الفيرجن 2 يعني، ها في الفيرجن 2 ابو مريم عايز حاجه؟ ها لا ده هو بيقول تمام تمام. في الفيرجن 2 بعد في الفيرجن 2 لو انت حطيته بايديك ما يبصش للاوتوماتيك. تمام، لو ما انت ما حطيتوش في اوبشن عنده بياخد اعلى لوب باك. طب لو اللوب باك مش موجود ياخد اعلى فيزيكال. طب في الفيرجن 3 لما تيجي تشتغل مع الاي بي فيرجن 6 الاوز بي اف لازم هنحطه، مش هيرضى يشتغل ما تحطه بايديك، اصل هيجيبه منين؟ الانترفيس محطوط له اي بي فيرجن 6 وهو المفروض يكون كام؟ يكون 32 بت، فهيجيبه منين؟ لازم هيحطه. تمام؟ حد كده عنده مشاكل؟ طب تعال نجرب، لا تعال نجرب.
يلا تعالى نجرب. ادي الادفانسد كونفيج اهو، وتعالى نشغل عليها الاوز بي اف. اهو تعال نخش كده عليها الاول ونشوف انا راوتنج بروتوكول شغال. انيبل شو اهو. كان ايه اللي بيجيب لنا الراوتنج بروتوكول؟ كان اسمه ايه؟ شو اي بي راوت، اي بي بروتوكول، اي بي بروتوكول. اه البروتوكولات مش, مش موجود، مش موجود الراوتنج بروتوكول. فنكتب الكوماند بقى كونفتي الاوز بي اف ده باشا في كتابه الكوماندات بتاعته. راوتر اوز بي اف وادي له رقم. ايه الرقم ده بقى؟ تعال نرجع كده. الرقم دوت بيسموه رقم البروسيس اي دي. يعني ايه رقم البروسيس اي دي؟ انت ممكن على الراوتر الواحد تشغل اكتر من اوز بي اف. كل اوز بي اف يبقى له رقم، ده رقم الاوز بي اف على الراوتر. فده الرقم ده بيقولوا عليه ايه؟ رقم البروسيس اي دي. وبتحطه طب نعتبر هندسه كل بروسيس لحد 65536. نعم نعم يا باشمهندس محمود قول. كل بروسيس ليها الدنيا الخاصه بيها، كل بروسيس ليها الدنيا الخاصه بيها. لا تصور كده لو انا راوتر بتاع شركه اي اس بي وعليا اتنين انترفيس، واحده موجوده في القاهره وواحده رابط بيها فرع البنك التاني في طنطا. ده ايه ده؟ ده بنك السي اي بي ماشي، وعليا كمان اتنين بورد بس مأجرهم للبنك، بنك مصر اهو. ده بنك مصر برضو، ده فرع القاهره وده فرع طنطا اهو، وعايز الاتنين ما يشوفوش بعض. فروح عامل هنا اوز بي اف 1 وحاطط فيه شبكتين دول، وعامل اوز بي اف 2 وحاطط فيه الشبكتين دول. تمام ده فاهمني. اوز بي اف ده جامد خالص. اوز بي اف طبعا، ما انا قلت جامد والله انت ما صدقتش. تمام اهو، هعمل اوز بي اف على نفس الراوتر. تصور بقى ان انا ممكن ما اقولش للراجل اللي انا مأجر له رقم الاوز بي اف بتاع، فهو هناك في الراوتر بتاع السي اي بي اللي في القاهره يعمل اوز بي اف 20، و20 يبقى شايفه واحد عندي. مش احنا الاثنين متوصلين بشبكه واحده؟ يبقوا شايفين بعض. فخد بالك اصل الرقم ده في الاي جي ار بي لازم يكون واحد للراوترات اللي جنب بعضها، انما هنا عادي مفيش مشكله، ده رقم بيعبر عن رقم الاوز بي اف جوه الراوتر. فهنا رقم مين؟ البروسيس اي دي. مش شرط يكون زي اللي جنبك، الاثنين دول يفهموا بعضهم عادي مفيش مشكله خالص. ده رقم بس الاوز بي اف على الراوتر، فبنسميه الرقم بتاع الاوز بي اف ده لوكال سيجنيفيكانت، تاثيره على الراوتر اللي موجود عليه بس، عشان يفرق ما بين ده وده. بس الراوتر ده مش ما 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 يعني موضوع الاريا زيرو عامل لخفنه كده. سيبك من الاريا زيرو دلوقتي بقى، سيبك من الاريا زيرو دلوقتي، سيبك منه ماشي؟ ها؟ ماشي. فهمتني كده؟ فهمتني كده يعني ايه بروس اي دي؟ اه واضح. بالظبط، هو راوتر اوز بي اف وبديله هنا رقم، الرقم ده من الواحد لحد 65536. ده الراوتر الاولاني، ممكن اوصله براوتر تاني عليه راوتر اوز بي اف 150 والاثنين شايفين بعض. فالبروس اي دي ممكن تكون مختلفه، لان الاي جي ار بي ان شاء الله هنعمل اي جي ار بي واحد، يبقى لازم يكون اللمه الثانيه ايه؟ اي جي ار بي واحد، لان ده مش رقم بروسيس، ده رقم بيسموه اوتونوميا سيستم نمبر، رقم السيستم. كلام جميل؟ جميل. يبقى الاي جي ار بي يبقى لازم يكونوا زي بعض، الاوز بي اف ده لوكال سيجنيفيكانت، اعمله زي ما انت عايز. تمام حلو قوي. انا كده اكتفت الاوز بي اف اهو، هاجي على الراوتر الاولاني واقول له راوتر اوز بي اف 1. عايز احط راوتر اي دي، حط يا عم راوتر اي دي اهو، اربع وحايد كده. انا عملت الاي دي بتاع الراوتر مانوال،
وبعدين انت عايز تشغل الشبكه دي كلهم في نفس الاريا. انا عايز اعملها في نفس الاريا. احنا النهارده هناخد سنجل اريا، طالما هتعمل سنجل اريا يا بطل يبقوا كلهم موجودين في اريا كام؟ اريا زيرو اهو. يا نهار ابيض، حتى اللون اللي اخترته ده اسمر، ده احنا بنموت هنا في مصر. يا نهار ابيض اهو. ها الاريا حتى الاريا اللي انا هعملها تبقى لون، هتبقى نوعها ايه؟ اريا زيرو اهو، تبقى اريا زيرو اهي. انا عايز اعملهم كلهم في نفس الاريا. تمام، حلو كده، وصلت. تمام تمام. فانت ما عندكش، طالما هتبدا باريا واحده يبقى ما عندكش غير مين؟ اريا زيرو. طب ما اعمل اريا 100 يا عم، اريا 100 رقمها حلو، ما ينفعش من غير اريا زيرو. حلو. طيب الراوتر ده حواليه كام شبكه؟ كل ثلاثة. ثلاثة صح؟ يبقى هنكتب كوماند نتورك. فاكرين الكوماند بتاع الريب؟ نتورك. 209. نكتب النتورك 165 200 دوت 228 اهي، النتورك اهي سلاش 30. ال 30 ده الوايلد كارد ماسك بتاعها كام؟ ثلاثة. الوايلد كارد ماسك بتاعها كام؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة. اهو 0 0 0 0 ايوه اهو. 255 255 البتاع ده بيمسح تاني اهو. اهو لو نيجي نعمل ادى 255 255 255 252، المقلوب كام؟ 0 0 0 0 0 3. طب يعني ايه؟ يعني لما اكتب له نتورك 205 209 165 200 دوت 228 0 0 0 3، يعني ايه الكلمه دي؟ حد فاكر؟ يبقى كده بقول له انه ما تقارنش الاول الشبكات دي كده، دي الشبكه لا ودي لا. هنا ده بيعمل 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 حركتين اتنين، والنبي الله يكرمكم ركزوا فيهم. اول حاجه بيسند اول دايركت كونكتد نتورك، يعني انت لو ما كتبتوش مش هيبعت الدايركت كونكتد نتورك لجرانو. فالكوماند ده بيبعت كل الدايركت كونكتد نتورك اللي هي الشبكه كام دي، فانت لو ما كنتش كتبتها ما كانش هيبعت الشبكه دي لجار. ثانيا بقول له اي ابديت عندك جوه التيبل، اي ابديت عندك انت عارفه جوه التيبل جايبه او اس بي اف، ابعته على الاي بي بتاعك اللي جوه الشبكه دي. انا بقول له مش الراجل ده متوصل بالشبكه دي اللي هي 228، بقول له خد نسخه من الابديت ابعته اليمه دي. يبقى الراجل ده بيعمل ايه؟ حاجتين، بيبعت الشبكه ذات نفسها الدايركت كونكتد لجاره، ثانيا بيبعت اي نسخه من الابديت بتاعه على الشبكه دي. ده خد بالك بقى الاوس بي اف ده راجل محترم جدا. لو انت واخد ده 229 انت عارف ممكن تعمل ازاي؟ تقوم كاتب له كده 209 165 200 229 0 0 0 0 هو هو هدي. لا اما تكتب بالاي بي بتاع الانترفيس بوايل كارد ماسك 4 اصفار، لا اما تكتب بالنتورك اي دي بوايل كارد ماسك 3 اصفار 3، لا اما كمان اوبشن تالت لا اما تكتب بالشبكه وما تغلبش نفسك وتكتب بالسبنت ماسك بتاعها وهو يحوله الوايلد كارد ماسك. كل الاي او اس الجديده بقت بتعرف تعمل كده. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ يعني قدامك ثلاث طرق تكتب بيهم الكوماند بتاع النتورك، لا اما الاي بي بتاع الانترفيس بالوايلد كارد ماسك بتاعه، لا اما بالشبكه بتاعها بالوايلد كارد ماسك بتاعها، لا اما الشبكه بالسبنت ماسك. طب في الامتحان نعمل اي طريقه؟ الطريقه ده الشبكه بالوايلد كارد ماسك. تمام. طيب تعالى كده نشوف ايه ده. لا بيسجل الحمد لله. تمام. ما يعني ما كنا هنقفل ونقوم وخلاص.
كانش طب مريم زمان اتفضل دلوقتي. ما انا بقول لك كنا هنقفل ونوم وخلاص. ماشي تمام. الشبكه دي انت عايز تحطها في انهي اريا؟ ابو مريم السؤال بتاعك اهو، الشبكه دي انت عايز تحطها في انهي اريا؟ نحطها في اريا زيرو، ده اول شبكه. طب تاني شبكه برضه في اريا زيرو، طب تالت شبكه برضه في اريا زيرو. تعالى نعمل كلهم في اريا زيرو يا عم اهو. ها تمام تمام اهو النتورك بتاعتنا. لا انت تصلح المايك بتاعك، انا عايز اسمع صوتك بعد كده. 16 1 0 0 0 0 255 اريا كام؟ اريا 0. الشبكه الثانيه 2 0 ما يستاش 24 بقى، اريا 0. طب الاي جي ار بي والريب كنا بنكتب نقطه سمري، هنا ما فيش نقطه، هو ما بيعملش سمرايزيشن لوحده. الاوس بي اف ده راجل برينز، ما يعملش سمري الا لما انت تقول له اعمل سمري. تمام. في الريد يعني فيرجن 2 احنا كنا ده الديفولت بتاعه نقطه سمري. ايه ايه الديفولت بتاعه نقطه سمري؟ لا فيش فيه اوتوماتيك ده سمري. ده الاوس بي اف الديفولت بتاعه. لا لا ما فيش فيه اوتوماتيك سمري اساسا، في مانوال يعني سمري بس اسمه بايدك تعمله. تمام. تلخص انت بايدك وتقول له بعد ده ملخص. تمام. انما مفيش فيه يا باشا اوتوماتيك سمرايزيشن التعبان بتاع الريب والاي جي ار بي. تاخدها قاعده دي، كل اللينك ستيت راوتنج بروتوكول مفيش فيهم اوتوماتيك سمري. هو ايه اللينك ستيت يا هندسه غير الاس بي اف؟ الاي اس اي اس ده عندنا في سيس ان اي. لا مش موجود في سيس ان اي، ده خمس ايام لوحده في كورس لوحده بعيد كمان عن سيس ان بي. طب الحمد لله. لا لا بعيد بعيد بعيد، بس بقى باشا برضه. تمام. لا يس يس باشا. تمام تمام حلو. انا كده خلصت الاوز بي اف على الراوتر الاولاني، روح على الراوتر الثاني. الراوتر الثاني رحت عامل عليه لوب باك اهو. بصوا انا مزاجي كده لحاجه في نفسي، انترفيس لوب باك زيرو، اي بي ادرس بتاع اللوب باك ده وليكن 20.20.20.20 3255 0، وهو على طول اب مش محتاج نو شوت داون. اتفقنا؟ اتفقنا. واروح اعمل اوز بي اف راوتر اوز بي اف 1، ومش هكتب راوتر اي دي، هكتب نتورك. هو حواليا كام نتورك؟ 1 2 3. اكتبهم كده معاك او صورهم اهو. ثانية واحدة. صورهم كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ماشي يا دكتور. حلو قوي، حلو، صورناهم وظبطناهم. حلو. على 30. ماشي. يبقى النتورك الأولانية كام؟ 209.165.200.228. الوايلد كارد أهو. أريا كام؟ 0. كلهم في أريا 0. طب ودي هنخليها كام؟ 232. طب وال 10؟ أهي بس 200. 10 1 1. بالظبط. 255. 255. أهي. و 10؟ صح؟ 1 1 0. 1 1 0 255. بالظبط كده. أهو. وفي عندك شبكة أنت نسيت تقولها اللي هي 20 20 اللي هي بتاع اللوب باك. 20 0 0 0 255 أريا 0. في 20 في 20 ناقصة؟ اللي هي لوب باك، أنا كنت عامل لوب باك أهو. لا حضرتك في الكوماند في 20 الأخيرة ناقصة. ما هو ال 20 الأخيرة دي الأي بي بتاع اللوب باك، إنما أنا الشبكة عندي اللي هم 24 أهو. يعني ما بكتبش الاي بي كامل عايز زي ما الاي بي، عايز تكتب الاي بي عينيا بس يا معلم، تخليه ده كام؟ 4 اصفار، لان ده اي بي مش شبكه. تمام تمام حلو اهي. تمام. طريقه تانية اهي، لو عايز تكتب الاي بي بتاع الانترفيس في الاوس بي في باشا مش حرمك من حاجه، اكتبه. تمام. لا وصلت خلاص يا دكتور. تمام وصلت خلاص. تمام تمام حلو قوي. حلو. لو جيت دلوقتي بقى واقول له وريني الراوتر اي دي بتاعك،
هيورهولي كام. هو الكوماند اللي بيجيب الراوتر اي دي اسمه ايه؟ اسمه شو اي بي بروتوكول. شو اي بي بروتوكول اهو. الراوتر اي دي شايف كام؟ شيء مش ماشي يا عم. ده انت عندك 209 اكبر من 20. بس ده لوباك يا معلم. انا اللوباك عندي بالدنيا. فهمتني؟ فاكر لما قلنا الراوتر اي دي وهو بيختاره كان بيختاره ازاي؟ لا اما مانوال اكتبه بايديا. طب ما كتبتوش بايديا كان يعمل ايه؟ يختار اعلى لوباك. طب ما فيش لوباك يختار ايه؟ على فيزيكال. على فيزيكال. طب يعني هو ما يبصش للفيزيكال لو فيه لوباك؟ ما يبصش للوباك لو فيه راوتر اي دي؟ وصلت؟ تمام وصلت. فانا مني ما عملتش راوتر اي دي وانا بكتب الاوز بي اف فخد اعلى لوباك، وانا ما عنديش غير لوباك واحده اللي هي اربع عشرينات. في الاول احنا ما عملناش لوباك صح ولا؟ أيوة. ناسي فين فين في الراوتر الاول. ايوه طبعا. وحتى لو عملت لوباك في الراوتر الاولاني، بص يا حبيبي، مش هيروح لها برضه. مش هيروح لها برضه. يعني انت صرت عامل شو راننج كده. شو راننج فين الاوز بي اف؟ اهو الاوز بي اف اهو. فين يا عم الاوز بي اف؟ تضحك عليا. اهو يا عم الاوز بي اف اهو. فين الكوماند بتاع الراوتر اي دي اللي انت كتبته؟ مفيش. فيروح هو بقى يسلك نفسه. انما في الراوتر الاولاني، الراوتر الاولاني احنا كنا كاتبين ايه؟ ما كنتش نسيت. فانا كاتب شو رانينج كونفج اهو اهو. كنت كاتب ايه؟ راوتر اي دي. فعمره ما يروح للوب باك ولا فيزيكال. طب انا بقى معلش عايز بعد ما هو اختار الاي دي اغير. ما تغير يا عم، خش وغير اهو. روح يا عم، عايز اخلي ده 4 ناس الاي دي بتاعه. ماشي. كونف تي راوتر اوز بي اف 1 راوتر اي دي 4 2. هل كده هيغير؟ يبقى قابلني شو اي بي بروتوكول. لسه واقف على الاربع عشرينات اهو. يا عم انت، ما انت شغال على الراوتر في بيتكم، انت شغال على راوتر محترم، انت عايزه يوقع الاوز بي اف ويقومه تاني ويوقع كل النتورك اللي عليه بكل السويتشات. والسويتشات دي اصلا ممكن يكون الاجهزه اللي عليها مكن فلوس او بي دي اسات موبايل، علشان حضرتك عايز تغير الراوتر اي دي. انت بتهرج. فالله يكرمكم، من شغال على راوترات، مش شغال على الدي اس ال مودم اللي عندك قدامك على المكتب. محدش بيحس بالابديت غيرك. لا ده انت شغال في بلوه. فهو عمره ما يوقع الاوز بي اف عشان حضرتك يغلق الراوتر اي دي. امال الحل ايه؟ لا اما انت تخش بايديك بعد ما غيرت الراوتر اي دي تكتب الكوماند ده اسمه كلير اي بي اوز بي اف بروسيس. يعني بايديك توقع الاوز بي اف مانوال. ماليش دعوه بقى، الاوز بي اف مالوش دعوه، انت اللي بتوقعه تمام، وتقومه من اول وجديد. وده بينكتب على البريفليج مود، المود الثاني. لا اما تعمل كوماند ريلود ريستارت اهو للراوتر، فيبتدي بقى يروح يبدا الاوز بي اف. ما ليش قدامه غير الراوتر اي دي المانوال، ياخده ويبقى بصش اللوب باك اهو. تعال نعمله يا عم اهو. هاجي هنا هعمل رايت اهو الاول، ما تبقاش غشيم، وبعدين اعمل ريلود. يلا يا سيدي. او كلير اي بي اوز بي اف بروسيس كنترول شيفت 6. ايه ريلود غلط ليه؟ ريلود الاي قبل الايه؟ قبل الايه؟ الاو قبل الايه اهو. كلام جميل. انيبل. ابو مريم بيسال يا دكتور، بيقول لك هو امتى احتاج اغير الاي دي بتاع الراوتر؟ ولا اي حاجه، زي ما انت عايز. انا عايز اخلي اولا 4 وحايد والتاني 4 اتنينات والتالت 4 تلاتات. وكنت شغلت الاوز بي اف من غير ما اكتب كوماند راوتر اي دي، غيرته. انما انا ما بحتاجوش في حاجه، بس اهم حاجه ما يكونش اتنين راوتر عندك لهم نفس الاي دي. مش هو دكتور برضو الراوتر الاعلى اي دي هو ده اللي بيبقى زي حضرتك قلت الريس اللي هو؟ لا سيبك من الكلام ده دلوقتي والنبي، الله يكرمك سيبك من ده دلوقتي. انا جيت يمته، سيبني بس ماشي السيكونس الطبيعي بتاعي وبعدين ربنا يفرجها تمام. انا اديتك الكوماند بتاع التغيير راوتر اي دي اهو. حلو.
تمام لما نخلص الاوز بي اف لو في حاجه ناسينها نقف عليه خلاص، ما تقلقش كله طيب تمام هيتقال تمام كده. فالراوتر اي دي انا بديك ازاي تغيره ابو مريم، احتياجه في ايه بعدين هتعرف. حلو، ها اهم حاجه في النقطه دي، عرفت هو بيختار الراوتر اي دي بناء على ايه بس خلاص، وعرفت ازاي بغيره خلاص كده تمام زي الفل. احنا عايزينها ماشيه للاخر ان شاء الله زي الفل اهو. تعالى بقى هنا قول له شو اي بي بروتوكول كده، هتلاقيه خلص اهو، غير الراوتر اي دي اهو. يبقى علشان كنت انت عامل فيزيكال وشغلت الاوز بي اف، فيعمل ايه هو؟ ما عندكش لا لوب باك ولا راوتر اي دي، هياخد اعلى مين؟ اعلى فيزيكال. طب بعد ما عملت الفيزيكال رحت عملت اللوب باك، الاوز بي اف هيسيب الراوتر اي دي وياخد لوب باك لوحده؟ لا، لازم تعمل ريستارت للاوز بي اف عشان يبتدي يختار من اول راوتر اي دي. طالما الراوتر اختار راوتر اي دي رقم بطاقه ليه ما بيغيرش لما انت تقول له. تقول له ازاي؟ كلير اي بي اوز بي اف بروسيس، اهو الكوماند اهو، كلير اي بي اوز بي اف بروسيس اهو. اه يس اهو، كلير اي بي كان كده انا بغير بقوم الاوز بي اف من اول وجديد، بيسموه سوفت ريستارتنج، بقوم الاوز بي اف من اول وجديد تمام، او ريلود، تعمل ريستارت للراوتر كله، او تعمل ريستارت للراوتر كله تمام. في حد كده عنده مشاكل؟ لا تمام كده، تمام تمام واضح، تمام تمام حلو قوي، تمام واضح. ها في حد عنده مشكله كده يا شباب؟ حلو قوي، طب مريم بعد يقول تمام تمام حلو. تعال نروح على الراوتر التالت بقى، نشغل الاوز بي اف اهو اهو، انيبل كونف تي راوتر اوز بي اف 1 راوتر اي دي 4 تلاتات اهو، النتورك بتاعتي اهو، هو 165 209 165 200 232 صح كده، وده 200 كمان اهو، و 209 165 اهو 200 232 وطبعا سلاش اي سلاش 30 اريا كام؟ اريا 0 صح كده؟ 0 حلو كده خلاص. طيب كده الدنيا زي الفل ظابطه. تعالى كده نحط جهاز هنا ونحط جهاز هنا ونشوف هنعرف نكونكت ولا لا. يلا كده اهو اهو، لا تمام تمام الدنيا زي الفل اهي تمام. حلو كده اتكلمنا لحد دلوقتي، في حد عنده مشكله كده؟ زي الفل. ولو دخلنا جوه هنا التيبل اهو وعملنا شو اي بي روت هنلاقي الدنيا موجوده او اهي، و110 و129 وزي الفل. هو التايم هيقفل عليا، تحبوا ناخد كمان ساعة الا تلت كده ولا نقفل لحد هنا؟ ها اللي انتوا عايزينه. عندي بالنسبة لي مش مشكلة. انا عندي بالنسبة لي بقى انا كمان. ها ابو مريم اخبارك ايه؟ نكمل؟ طيب اوكي نكمل، نقفل وافتح تاني ان شاء الله. تمام إن شاء الله.